أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة والمستمرة على مدار الساعة على شاشة القناة الأولى حول اليوم الثالث والأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل. الانتخابات الرئاسية 2024 جعلت مصر تفتح أبوابها لعصر تاريخي جديد وهام خرجت فيه جموع المصريين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من الحرص على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم في رسم مستقبل مصر والتعبير عن الرأي بحرية في صناديق الاقتراع. مشاهد المواطنين أمام لجان الانتخاب تؤكد حرصهم على الوقوف خلف دولتهم دعماً للاستقرار وحفاظاً على الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض مصر خلال السنوات الماضية، وهم يتطلعون في انطلاقة بلادنا إلى الأمام خلال السنوات المقبلة. ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وكما سطر المصريون بالخارج الأسبوع الماضي ملحمة في حب الوطن بالتوافد على اللجان الانتخابية في مشاهد حضرية وأجواء احتفالية رافعين علم مصر عاليا في مختلف العواصم والمدن الكبرى حول العالم. شهد العالم أيضا جموع المواطنين الذين تدفقوا على مدار اليومين السابقين صوب صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم القادم.